فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادي خارج هذه البلاد المسجد الذي في قريتنا إمامه ينتمي إلى الطريقة التيجانية وهم قبورية وعندهم هذه العقائد، هل يجوز الصلاة خلف هذا الإمام أم أصلي في بيتي؟ إذا كان يدعو غير الله عنده شرك لا تجوز الصلاة خلفه، يعني صلاته غير صحيحة وهو عنده شرك أكبر، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، لا تجوز الصلاة، هو صلاته غير صحيحة، لا تصح الصلاة خلفه. ومر بكم: لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. نعم.